أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران قراراً بمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 أشهر اعتباراً من 18 من سبتمبر الجاري، وهذا لعقد أول جمعية عامة للاتحاد. كانت تعديلات قانون سوق رأس المال تضمنت إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به، إضافة إلى تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.